عشرين ولسه شاب وشعري شاب كلامي يمثل الواقع ما هو من كتاب جيل اليوم لا يعرف الحديث ولا الكتاب بلقي نظرة على الشاب يحتاج نقاب فاكتب نبدأ بالشاب الفكر أصبح مسلوخ فكره ما يتحرك إلا لو إنه لف الصاروخ أصبح خنيث يحتاج تأتنيث انبسط لو قلت له مبز هذا مرض خبيث ما في أهداف أكبر هدف الكلب خش الريتسي عباية محزقة أبو فول ميك أب وين الأب العب انصب والحرام انكب وصار كلام الناس أهم من كلام الرب جيل السخافة حب عقل بحجم الحب الجهل انتخب فك القرور وصب العيب ممنوع اللمس والحرام مستحب هذه رسالة للرجال بليز ويك اب ايش اللي صاير في المجتمع كل ماله مسيل اسوء الرجل صاير غزالة والمرأة بتقلب لبوة والكل شايف وعارف لكن مسوي نفسه ميت استكنوا على الوضع شكلهم قد باعوا المبدأ ايش اللي صاير في المجتمع كل ماله مسيل اسوء الرجل صاير غزالة والمرأة بتقلب لبوة والكل شايف وعارف لكن مسوي نفسه ميت استكنوا على الوضع شكلهم قد باعوا المبدأ أشوف الشباب وضعه ضعيف سخيف مخيف أغلبهم قلبه رهيف لو كانت أكبر همك أنت وإنك تبكي الوليف كيف بتواجه الدنيا وتأكل أهلك رغيف الدنيا عالم رجال أعبد الله واسعى واعمل وجيب العز في كل حال معاك ريال مو يعني عندك قيمة خلي عندك مبدأ لا تسمع للعقول السقيمة القيمة في المراجل والمراجل صعبة شوف الذكور في كل مكان اشناب بدون قلوب صلبة وجهك الحلو يا مز انتبه ينشق بمشرب والحساب مليان انتبه بس بكرة لا تورط عايشين في الدنيا فلة وتكسرهم صعابها كل المتعة في المصاعب لما تكسر بابها اكره اسلوب الضعيف لحاجته لو جابها وين الرجال اللي يقولوا يا بها يا برقابها ايش اللي صاير في المجتمع كل ماله مسيل اسوء الرجل صاير غزالة والمرأة بتقلب لبوة والكل شايف وعارف لكن مسوي نفسه ميت استكنوا على الوضع شكلهم قد باعوا المبدأ ايش اللي صاير في المجتمع كل ماله مسيل اسوء الرجل صاير غزالة والمرأة بتقلب لبوة والكل شايف وعارف لكن مسوي نفسه ميت استكنوا على الوضع شكلهم قد باعوا المبدأ لازم يخشوشن الشاب يشرح عشان من الشمايل عشان لو شعر الشاب ينشئ شباب من بعده شايل شي وشويات باللي شاله من شباب ولنشاب تمشي بشرايين عياله لما تشب الاشناب طبايع الاناث يا محلاها على الاناث بس لما اشوفها على شاب هذا يسمونه خناث من متى الرجل فينا ضعيف الراي من متى الرجل صار يسلم بهاي تلقى شلة ولا واحد وانت ماشي بالطريق لو تصك وكف تلصق في ايدك مساحيق ولا مزة تشوفها تدلع في اي مول وتزعل لو اذاها حدا وقالوا عنها جول المشكلة انه التيفي يمطلع هذه الاشكال تحت مسمى فنانين يقولك ما في اشكال فلما تطلع الفنانة مومز والفنان حنين عادي تصير البنت رخيصة والرجل يقلب ليل ايش اللي صاير في المجتمع كل ماله مسيل اسوء الرجل صاير غزالة والمرأة بتقلب لبوة والكل شايف وعارف لكن مسوي نفسه ميت استكنوا على الوضع شكلهم قد باعوا المبدأ ايش اللي صاير في المجتمع كل ماله مسيل اسوء الرجل صاير غزالة والمرأة بتقلب لبوة والكل شايف وعارف لكن مسوي نفسه ميت استكنوا على الوضع